اهلا اهلا يا ام فارس، اتفضلي. فارس ولدي عندك يا ام بكار. فارس يا بكار. بكار. ايوه يا امي. بس الواد ده شكله مش هينفعني. هو انت بتراجع الاولدر مع بتاع الدليفري يا عزمي؟ قصدي يعني الواد ده اسمر، مش هيبانوا ان ابني، وكمان مش شبهي خالص. يا عم دي شكليات، هو حد مركز مع حد اليومين دول؟ سلام. اتفرج بقى ولاقي اللي تعجبك منه، بس واحدة بس. فين يا عم الحاجة الحلوة اللي ببلاش؟ ها؟ ايه ده؟ أنا فين؟ ها؟ افتحوا افتحوا الباب، الحقوني. الحمد لله على سلامتك يا حبيب. ها؟ الله يسلمك. ايه يا عم النوم ده كله؟ انتوا مين؟ واني فين؟ احنا مين؟ انت اللي مين؟ وايه حكايتك بالظبط؟ مش فاهم حاجة، اني ايه اللي جابني هنا؟ يا ابني احنا لقناك مغمى عليك على الرصيف في الشارع، حاولنا نفوقك ما فوقتش، جبناك على البيت عندنا لغاية ما نعرف حكايتك ايه. طب يلا فوق كده عشان اخدك واديك اسم الشرطة. حرام عليك يا عزمي، ده طفل هيبهدلوه وهيبيتوه في الحجز مع الحرامية والمجرمين. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ صاحبك؟ انت تعرفني؟ لا، ما انا مش عارف اسمك، عشان كده بقولك يا صاحبي. اني اسمي فارس، وانت؟ انا بقى يا سيدي بيقولوا لي ايمن. يعني ايه؟ اسمه ايمن، ودي ياسمين ولادنا، وده عزمي جوزي، وانا اسمي عنايات. طيب انا متشكر جدا انكم ساعدتوني، انا يمكن بس كنت جعان قوي واغمى عليا من كتر الجوع، بس خلاص يلا روحوني بيتي، زمانهم جلجانين عليا جدا. وانت بيتك ده فين؟ اني حافظ النوبة كويس، يلا بس واني هوريهولكوا. نوبة؟ نوبة ايه يا ابني؟ احنا هنا في القاهرة. ايه؟ ازاي؟ ياه النوبة دي بعيدة قوي. اصلاني تلو اي حاجة اكلها يا عنايات. الحجنة يا حضرة الظابط، فارس ابني ضاع، فارس ابني ضاع يا حضرة الظابط. اهدوا بس يا جماعة وان شاء الله هنلاقيه. يعني انتوا اخر مرة شفتوه يا اولاد كانت الساعة كام تقريبا وفين؟ في الجنينة اللي بعد المعبد القديم، وكانت الساعة 4 وقال ان هو هيروح ياكل ويرجع لنا، واحنا مشينا الساعة 5 تقريبا وما كانش رجع. ايوه وما شفناهوش من ساعتها. بص يا ام فارس، انا هاخد منك مواصفاته ولبسه وحالا هندور عليه وهنلاقيه. يا رب يا رب يا منجي يا رب. يعني انا هروح ازاي؟ تروح دي تذكرة القطر بفلوس يام، واحنا ما عندناش فلوس خالص. ايه؟ طب وبعدين؟ امرنا لله، يقعد معانا يومين تلاتة لغاية ما نحوش شوية فلوس نروحوا بيته بيهم. حنين وقلبك طيب طول عمرك. هنعمل ايه بس؟ الواحد عنده عيال وبيخاف ربنا. طب اكلم اهلي في التليفون اطمنهم. ما عندناش تليفون. نتصل من اي كشك في الشارع. ما قلتلك معناش فلوس. الله 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 الله، الواد ده غلباوي قوي وهيتعبنا. اوديه الاسم بقى ونخلص من المشكلة دي. لا عشان خاطري يا عزمي بلاش. لا وديني الجسم واني هتصرف. اوعى تقول كده تاني، هيقعدوك في الحجز يمكن شهر واكتر لغاية ما يوصلوك لأهل. لا الشرطة هتساعدني. خلاص تهت والقناها، احنا ننده امين الشرطة جارنا وهو يتصرف معاه. امين شرطة مين اللي نجيبه هنا؟ انت اتجننت يا عنايات. امين الشرطة جارنا حسنين.
أيوة 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 حسنين أمين الشرطة، هروح عند أهله.